الانتربرايز انفايرمنتال فاكتورز بتأثر عليك في الداتا اللي موجوده في الشركه، خلاص، اللي تقدر تعتمد عليها من نواحي الداتابيزز اللي موجوده عندك، اللي ممكن تساهم معاك في الاستيميت بتاع الاكتيفيتي ريسورسز. يعني لو عندهم داتابيز سابق حاجات زي كده، خلاص، والاورجانيزيشنال بروسيس اسيتس، ايه هي البروسيديورز، خلاص، سوري، البروسيديورز بتاعتك اللي انت بتمشي عليها في عمل الايه الاستيميتس او البروسيديورز. مثلا انت المشروع ده هتحتاج فيه 20 مهندس او 30 مهندس، هيديهم لك ازاي؟ ايه الاجراءات المتبعه عشان تجيب ال 30 مهندس دول كريسورسز ليك في المشروع، تاخدهم من داخل الشركه، خلاص، النظام جوه الشركه ايه؟ التكنيكس بتاعك اكسبرت جادجمنت، وشفناه بقى الموضوع ان انت من 90 ل 125، وشفنا الرف الاستيميت. الالترناتيف اناليسيس، الالترناتيف اناليسيس ان انت هتبتدي تقول لي ان انا ممكن انفذ الموضوع ده بطريقه اخرى، وبالتالي تبقى الريسورسز لها وضع وشكل ايه وشكل اخر، وانت بتعمل لها استيميشن بقى الموضوع معاك مختلف، تمام. ايه ممكن تجيب ريسورسز ايه افضل. الببلشد استيميتنج داتا قلنا اللي هي زي ما قلنا كده الكتب والحاجات اللي بتنزل فيها استيميشن للريسورسز المطلوبه لاكتيفيتيز مختلفه، تمام. وشفنا البوتوم اب استيميتنج كتولز، اوكي، ويدخل معاك بعد كده البروجكت مانجمنت سوفت ويرز، لانها ممكن تساعدك اللي اشتغل على تمبر لاين او في برامج اخرى كثيره، بالذات اللي اشتغلوا في استيميشن عارفين الكلام ده. يعني هتلاقي ان هو بيبقى عندك الداتا بيس حتى بتاعت الاستيميشن موجوده، فبتسهل عليك الموضوع. بتعمل ازاي ادابتيشن بعد كده. طيب الاوتبوتس بتاعت هذا الموضوع ايه؟ هتطلع لك الاكتيفيتي ريسورس ريكويرمنت، هي عباره عن ايه؟ دوكيمنت توصف الريسورسز المطلوبه لتنفيذ انشطه المشروع، خلاص، وممكن يتم ربطها بترتبط بالورك ايه باكج. بتركز على ايه الدوكيمنتس دي؟ هتركز لك على انواع الريسورسز وعلى لحظه هتركز لك على انواع الريسورسز وعلى الايه التايب بتاعها، خلاص. دي النتائج اللي انت نتيجه الايه الشغلانه بتاعت ان انت قعدت تعمل استيميت للريسورسز، وتطلع لك الار بي اس اللي هو ريسورس بريك داون ستراكشر، واتكلمنا عليه تفصيلا، خلاص. وتطلع لي بعد كده البروجكت دوكيمنتس ابديت. يعني ايه بقى بروجكت دوكيمنتس ابديت؟ ما انت نتيجه الاستيميتنج ده والاناليسيس بتاع الريسورسز ده ممكن تغير في الاكتيفيتي ليست، ممكن تغير في الاكتيفيتي اتريبيوتس، تغير في الاكتيفيتي ريسورس كالندر، خدت بالك؟ وممكن تغير كمان في حاجات تانية كتير جدا من المشروع نتيجه الايه النتائج اللي هتطلع من هذه العمليه. بكده احنا نبقى وصلنا للاستيميت للاكتيفيتي ريسورسز. ان شاء الله المحاضره الجايه هنشوف ازاي بقى نعمل استيميت للاكتيفيتي ديوريشن، وبيها نبقى خلصنا البروجكت تايم مانجمنت اكتيف ديوريشن والديفولف سكيدول، سوري، وبالاثنين دول نبقى خلصنا البروجكت تايم مانجمنت
planning as a part in planning. تمام. الزملاء هناخد فوتنج كده سريع اذا كانت محاضره النهارده يعني مفهومه واضافت شيء ليهم، واذا كان في حاجه اوبشن 2 ونشوف بحيث يعني نحسن الموضوع او نتلافى. حاضر يا باشمهندس اسمعني. حاضر حاضر والله. بس كان في معلومه نقولها لكم، احنا حاليا بصدد الترتيب مع بعض اساتذه الجامعات ان شاء الله عز وجل لاطلاق معهد الدارين المجاني للتعليم عن بعد خلاص لاداره المشروعات، واللي بنامل ان شاء الله عز وجل ان تبدا فيه الدراسه من 15/9 اللي قادم. فنرجو منكم اللي عنده اتصال سواء بمتخصصين في اداره مشروعات، سواء اذا كانوا مهندسين ذوي خبره، اذا كانوا ستاف جامعه، خلاص يعرض عليهم الموضوع ويبعتوا لنا على الايميل دوت. طيب باشمهندس اسمعنا، ابعت لنا الكونتاكت بتاعته او الايميل بتاعه واحنا نتصل بيه. ف غير اداره المشروعات ان شاء الله عز وجل في الاي تي تكنولوجي برضو ان شاء الله بنحاول نطلق معهد ليها في شهر 9 اللي قادم، والتنميه البشريه، دول الثلاث معاهد اللي بنحاول ان شاء الله عز وجل نطلقهم في شهر 9 اللي قادم. فكرتهم هتقوم ان احنا يبقى في مش هندي التعليم المنهجي اللي هو بتاع الطالب، لا لا، ما دورة العقود لم ننساها والله، دكتور امجد بيحضر لكم الكورس وحتى الان لسه ما جاوبناش. ممتاز سي سي اي اوكي ممتاز، ممكن يدرس الدوره دي ككوست. تمام. فمن جانبكم اللي يقدر يتواصل مع متطوعين للعمل فيبقى شيء كويس، بحيث ان شاء الله نامل ان يتحول هذا المشروع الى فعلا جامعه تخدم يعني العالم العربي كله ومصر ويتعدى فائدتها اكبر من ذلك ان شاء الله. انت لك مطلق الحريه ان تاخذ بهذه النظريه ام لا، وليست قاعده، مش حاجه مانداتوري. طيب يا ريت يا باشمهندس تبعت لنا الكونتاكت بتاعت رابطه المهندسين المصريين في الكويت واحنا نعمل معاهم اتصال كمان مباشر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.